بسم الله الرحيم. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. يا شباب المسلم اسمع نصيحة من أخ صغير، طريق الحق أو الباطل يا طريقة تحب تسير، لا تخلي قلبك فارغ لا صلاة ولا تكبير، ذكر الله يطمئن قلبك لا تبخل عن التذكير. الإسلام أخلاق وتقوى مو بس صلاة وصيام، بالقرآن تطهر قلبك وتصر عن هاي الآثام. جاد وصار مكون بدينك لا تزحزح ما يصير، لا يغرك فكر الإلحاد ويجرك فكر التكفير. لا تعصب لا تخلف. علاج الشباب صار بالراب، نوصل للدين من نريد انحراف. عوفوا هالمطاف اتبعوا الدين. علاج الشباب صار بالراب، نوصل للدين انحراف. من نريد انحراف عوفوا هالمطاف اتبعوا الدين. علاج الشباب صار بالراب، علاج الشباب وصل للدين. من نريد انحراف عوفوا هالمطاف، من نريد اتبعوا الدين. علاج الشباب صار وصل للدين. من نريد انحراف عوفوا هالمطاف، من نريد من نريد اتبعوا الدين اتبعوا الدين. يا شباب المسلم اسمع نصيحة من أخ صغير، طريق الحق أو الباطل يا طريقة تحب تسير، لا تخلي قلبك فارغ لا صلاة ولا تكبير، ذكر الله يطمئن قلبك لا تبخل عن التذكير. الإسلام أخلاق وتقوى مو بس صلاة وصيام، بالقرآن تطهر قلبك وتصر عن هاي الآثام. جاد وصار مكون بدينك لا تزحزح ما يصير، لا يغرك فكر الإلحاد ويجرك فكر التكفير. لا تعصب لا تخلف وإن مثلك الطائفية، عقلك أكبر أن يصدق هاي الخدعة التضليلية. كل واحد إيمان النفس لا تكفير ولا حروب. المسلم من يسلم منه المسلم والعصيان يتوب. كل شيعيا كل سنيا لا تتبع شر الأسباب. علاج الشباب صار بالراب، علاج الشباب نوصل للدين. من نريد انحراف عوفوا هالمطاف، من نريد اتبعوا الدين اتبعوا الدين. عن حقك لا تتنازل، اطلب حق المظلومين، اطلب علما ينفع دوما حتى لو كان في الصين. الاسلام تحب اخوك وتحب لك كل الصلاح، طاعت امك وابوك تسهل لك درب النجاح. اترك هذا الفكر البائس لا تمشي بدرب الظلام، هذا طريق ايمان امشي بيه نحو الامام. لا تتأخر خطوة ترجع، لا تسمع كل حشك الناس، مضغوطين بعلمك ذولا ولا تنطيهم أي مقياس. جاي تسوي صدق تحشي يحشون هواي بلا معنى، لا دليل يأيد حشية بس لغوة بسببهم ضعنة. لا دليل يأيد حشية بس لغوة بسببهم ضعنة. علاج الشباب صار بالراب، علاج الشباب نوصل للدين. من نريد انحراف عوفوا اتبعوا الدين اتبعوا الدين. لا تتأخر خطوة ترجع، لا تسمح كل حكي الناس، مضغوطين بعلمك ذولا ولا تنطيهم أي مقياس. جاي تسوي صدق تحكي يحكون هواي بلا معنى، لا دليل يأيد حكي بس لغوة بسببهم ضعنة. عقول بحجر وما تفهم، لا دليل تحارب أعلم، والفتنة اجتاحت أنفسهم مهما تناقش بي ما يفهم. لازم نتوحد كل إحنا ونتصدى لكل هاي الهجمات. إيد بإيد بزاد الأعلم نرفع للمهد الرايات، إيد بزاد الأعلم إيد بإيد بزاد الأعلم نرفع للمهد الرايات. علاج الشباب صار بالراب، علاج 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 علاج
نوصل للدين ما نريد انحراف عوفوا اتبعوا الدين اتبعوا الدين الباطل خليه يخرس لا تخليه على الحق يتجرأ سير بنجي المهدي وانصر من صديق السوء تبرأ المهدي يريد انصاره مهدي يريد انصاره قدوة ودوما هم المنصورين تلقاهم في وصف الباري حزب الله المفلحين حزب الله المفلحين والحاربنا وطلع راسه وحرم هذا الراب بكيفه قلوا لبيا حجة تحرم وتحلل شو صارت فيكه جاهل هو بلا دليل لا حوزة ولا اجتهاد شلون يعارض فتوى الاعلم ذاك اللي عند الدين الحاد قلوا لبيا حجة تحرم وتحلل شو صارت فيكه جاهل هو بلا دليل لا حوزة ولا اجتهاد شلون يعارض فتوى الاعلم ذاك اللي عند الدين الحاد ذولا أعداء الرسول الضالين المضلين القردة علم نابر صعدوا بس ما ندروا منين علاج الشباب صار الراب علاج الشباب نوصل للدين ما نريد انحراف عوفوه المطاف ما نريد اتبعوا الدين اتبعوا الدين اتبعوا الدين ارجع يا ابن فاطم باتر وبوجهتي ورفعون ارجع يا ابن فاطم باتر وبوجهتي ورفعون واحتمال ضد المهدي فتوى تشريع يسوون سبب حزن النبي ذولا اخطر قال من الدجال اي والله سبب حزن النبي ذولا اخطر قال من الدجال لبيك يا مهدي صحنا اشبال ونسوى ورجال احنا انصار احنا نصارك يا مهدينا نفديك ارواح واموال احنا نصارك يا مهدينا نفديك ارواح واموال علاج الشباب صار بالراب علاج نوصل للدين ما نريد الحراف عوفوه المطاف اتبعوا الدين اتبعوا الدين